يا هلا وسهلا ويا مرحبا في كل اللي تابعوني على قناة روتانا الخليجية. رحب فيكم ومسا عليكم بالخير في حلقة جديدة ويوم جديد وأحداث جديدة وأخبار جديدة وأيضا ضيوف إن شاء الله راح نستمتع بوجودهم معنا اليوم في ساعة شباب. أمسي عليكم بالخير، استمتعوا أول شيء، ابتسموا، وأيضا أمسي على زميلتي نبيه. مساء النور أكيد طراد، ومساء النور على كل اللي يتابعونا على قناة روتانا خليجية في بداية حلقة جديدة معاكم برنامجكم اليومي برنامج ساعة شباب بكل ضيوفنا الموهوبين وأخبارنا المتنوعة والمتجددة دائما وأبدا، ساعة كاملة نقضيها معاكم بكل حب. جميل جدا. طبعا احنا في اول المواضيع والنقاشات اللي راح ناخذ ونعطي معاكم فيها هو سؤال احنا طرحناه عن طبيعه المشاكل، لانه احنا طبعا كبشر كل يوم بنواجه في اي كل يوم جديد بنواجه مواقف جديده، بنواجه تجارب جديده، ومن خلال هذه المواقف والتجارب قد تكون في مشاكل او امور يعني تتعقد حبتين ونقعد نفكر فيها. فهذه المشاكل تختلف من شخص لاخر وعلى حسب الحاله وحسب الموقف وعلى حسب احنا كاشخاص واختلافنا من الداخل. ودائما اكيد اطراد في ناس بتحب تشارك هذه المشاكل لاشخاص، وفي ناس لا تحب انها تحتفظ بمشاكلها لنفسها وتحلها بنفسها بعيدا عن الناس، وما تحب انه الناس كثير يتدخلوا في مشاكلهم. عشان كذا سالناكم سؤالنا في هاشتاج ساعه شباب على تويتر، اذا واجهتك مشكله هل تحب ان يشاركك احد في حلها ام تفضل الاعتماد في حلها بنفسك؟ وخلونا نروح نشوف الردود معنا. طيب، مع اول الردود معنا في عبود يقول على حسب المشكلة، ولكن الأغلب بحلها أنا لأنه ما أحب أتعب أحد معايا ثاني، كل واحد فيه اللي مكفيه له هم. وطبعا فعلا مساك معسل ومساك جميل يا عبود، وأهنيك صراحة يا عبود، هذا الصح. ويلان تقول أنا إذا جاتني مشكلة أقروش كل اللي حولي عشان يحلوها. طب ليش يا ويلان؟ رايقة ويلان، رايقة. طيب سماهر علي تقول إذا مشكلة شخصية وتخصني أحلها بيني وبين نفسي، إذا مشكلة عامة ممكن أستشير أهلي. إذا الأهل هنا عندك يا سماهر في المقام الأول للاستشارة. جميل سماهر. هتون الأمير تقول أحل مشاكلي بنفسي بدون الاعتماد على الغير، إلا إذا كنت مستعصية وقتها أستشير شخص مقرب جدا، لأنه كل ما زاد الأشخاص ضاعت المشكلة. أو بطريقة ثانية، كل ما كثر الطباخين خربت الطبخة على قولهم. طيب سماهر تقول على حسب نوعية المشكلة، في مشاكل عادي أستشير اللي حولي، في مشاكل تكون نوعا ما خاصة أحلها بنفسي بكل تأكيد. ويسعد لي مساكم ومساك يا سماهر. حلو تقسيم التفصيل، أيوة تقسيم الحالة أو المشكلة. حلو جميل. مها تقول المشاكل أنواع، في كثير من المشاكل يفضل أنه نحلها داخليا بدون تدخل من أحد، بس في مشاكل تفرض علينا نشاركها. ممكن صحيح فعلا تكون يعني فيها يعني خلينا نقول زوايا كثير ومشاكل كثير بتكون معقدة أكثر. أيوة. فحلو أنه تحتاج استشارة. أحمد فخرجي أبو أحمد يقول إذا كانت المشكلة أنا سببها أو كانت صغيرة أكيد أحلها بنفسي وأنا أضحك كمان، أما إذا كانت كبيرة لابد الاستعانة بصديق. وتحياتي لكم. وتحياتنا لك أكيد يا أحمد. صديق المناسب بس أهم شيء. رنيم تقول على حسب المشكلة، إذا كانت بسيطة حليتها لحالي، أما إذا كانت كبيرة أدخل أمة محمد معايا وخليهم يحلوها وأنا أسحب عليهم. حبيت يا رنيم إنك في النهاية سحبتي عليهم. تعمل المشكلة وتسحب، عارف. وفاء تقول أعتمد على نفسي، وإذا مرة استعصت المشكلة أستشير أحد ذو خبرة وكفو يساعدني في هذه المشكلة. فعلا لازم اشخاص يكونوا فاهمين فعلا بهذه المشكلة. اهم شيء انت بتستشير مين. إيه طبعا، هذا الشيء المهم جدا. اما صبية حزيران تقول احاول اعتمد على نفسي، افكر بهدوء وانشر طاقة ايجابية لحد ما اوصل لحل مناسب، واحيانا استشير الصديقة الصدوقة امي لانه عندها خبرة اكثر. حلو، اهم شيء انها بتنشر طاقة ايجابية عشان لا يأثر الزعل، لا يأثر عليها. دام انه عندها طاقة ايجابية حلو انها تستعين بشخص يعني ينظر للامور بشكل مختلف، بشكل وعنده يعني خبرة كمان. أيوة. أكثر منها. عنده مثلا انتقاد للامور اكثر كده، حت يعني حيصير في بالانس او توازن في نفس المشكله او في نفس الحل عفوا. دوزة تقول اي مشكله صغيره او كبيره احلها مع توأم روحي اختي، وتحياتي لكم جميعا. الله يحفظ لك اياها. وحلو المشاركه انه في شخص واضح في حياه الانسان يستعين فيه. جميل. ناديه حسن تقول اذا كانت مشكله انا سببها أنا مسؤولة عن حلها، أما مشكلة بدون سبب أو بدون قصد أجيب حل وأستشير أحد في حلها وأختار أفضل حل وأنفذه. طيب حلو، إحنا متفقين على حاجة.
انه المشكله لابد نعرف ايش وضعها، ايش الحاله اللي احنا فيها، او ايش طبيعه المشكله. في اغلبهم اللي شاركوني يعطيهم العافيه قسموها انه مشكله شخصيه او مشكله عامة، هذا ما اختلفنا عليه. وفعلا في مشاكل اوقات شخصيه يعني انت ادرب حلها، ما تحتاج لاي احد الا اذا تبغى احد يقول لك معليش معليش ويطبطب عليك. واذا كانت عامه فعلا في المشكله اوقات يكون لها اطراف كثيره ويكون لها ابعاد اكثر، انت ما تقدر توصل لهذا البعد، ما تقدر مثلا انك انت تعطي الحل المناسب، فانت المفروض تستعين باشخاص ادرى. وغير كذا كمان يطراد يعني اذا كنت انت سبب هذه المشكله فالافضل انه انت تحلها بنفسك، لا تستعين باحد، لا تخلي احد يتدخل في خصوصياتك ويعرف مشاكلك واسرارك. مو لازم كل الناس تعرف مشاكلك، يعني انت خليك قد المسؤوليه، زي ما انت سببت لنفسك هذه المشكله لازم تكون قادر ومتاكد على حلها بدون ما تزعج الاخرين بمشاكلك. وهذا الصح الا اذا في ميانه طبعا بينك وبين شخص ثاني، وهذا احنا مو اي احد كمان تراد يتقبل المشاكل وانه يسمع مشاكل، حنقول مين الشخص الحلو المناسب او مين الشخص اللي يقدر يعني فعلا تستعين فيه، وعلى حسب خبرته وعلى حسب هذه الامور. احنا عندنا ردود كثيره طبعا، بس احنا اهم شيء نركز انه لكل مشكله لها لها ماشي لها طبعا خلينا اقول لكم ابعاد كثيره. وانا بنظري كمان اكيد يطراد انه الاهل هم الناس الوحيدين اللي نقدر نثق فيهم ونأتمنهم على مشاكلنا، ممكن هم كمان يلاقونا ابسط الحلول ممكن تكون بيدهم لانهم عندهم خبره اكثر مننا، ويعني دائما بيكونوا عندهم ادرى بالمشاكل هذه، وممكن تكون هذه المشاكل عدت عليهم قبل كذا ومروا فيها. شوفي، فبنلاقي الحلول على طول. انا معاكي، هم اولى دائما وابدا الاهل، واهم شيء خصوصا اذا كانت علاقه وطيده بين علاقة العائلة أو أطراف العائلة بشكل عام. لكن أوقات نحتاج إلى أشخاص خارج الوسط اللي احنا ممكن تكون مشكله داخليه. أيوة، كانت مشكله ايش ما تبوا الاهل يعرفوها، فهنا انت تدوروا على الاصحاب والاصدقاء اللي ممكن يحلوا لكم هذه المشاكل. طبعا طبعا. عموما خلونا نكمل الردود اللي معانا اليوم ونشوفها ونقول. سيمو تقول على حسب المشكله، احيانا احلها بنفسي واحيانا اروح لصديقتي وتساعدني في حل هذه المشكله. جميل، حلو صوره البسه والبرده، يعني في سلام داخلي كبير. اي ميدو تقول اعتمد على نفسي في حل مشاكلي، واذا مره ما وصلت لحل استشير امي واشوف ايش عندها حلول. حلو، يعني هي حاولت تولي وحده بعدين تستشير. حلو حلو العلاقه بين الابن او الابنه مع الام. طيب الموناليزا تقول ما اقول الا ليتني ما زلت طفله، واكبر همي لعبتي، ودام اني كبرت اعتمد على اغلى صديقه شفتها تكفيني وتريحني قبل كل شيء. يعني لا تعليق، عارفه يا موناليزا لا تعليق حقيقي. يعطيك العافيه. احمد يقول والله اذا المشكله كبيره اشارك فيها احد، اما اذا مشكله صغيره اعتمد على نفسي. حلو يا احمد. جميل، هذه وجهه نظر احمد. برضو موناليزا رجعت غردت تغريده ثانيه، قالت بالنسبه لي استعين بصديق دائما وبالتفصيل بالتفصيل الممل، بالتفصيل بالف ولام الله يرضى عليك، بالتفصيل الممل عندي اروع صديقه بالحياه وعندي اخت، هذول الثنتين اللي يعني الجا لهم بعد الله سبحانه وتعالى. حلو ان عرفنا نحدد من الشخصيات، والله يبعد عننا وعنكم كل المشاكل. جميل يا موناليزا، بس خففوا الاخطاء الاملائيه شويه في تويتر. يعني قاعدين نكلج على الهواء بطريقه. شد الورد تقول افضل استشير احد لانه ممكن يشوف الموضوع من زاويه غير اللي اشوفها، بعدها اقرر. لا تنسوا الاستخاره فيما اختار من استخار وما ندم من استشار. اوكي حلو. طيب عندنا هديل، الافضل ان احلها بنفسي، لكن لو كانت المشكله صعبه راح اطلب المساعده من اهلي او صحباتي المقربين لي. فعلا ما خاب من استخار ولا استشار. سيدة زماني تقول افضل اني احل مشاكلي لوحدي، بس ما يمنع اني استشير او اطلب المساعده من صديقتي او قريبتي في حل المشاكل الصعبه. صح، لازم احد معنا يشيل لو قاعد جي. افضل ان احد يشاركني في حلها لانه صعب احلها لحالي. طب ما حددت المشكله، لابد ان احنا نحدد المشكله بعد كذا نشوف. تكون سهلة تقدر انت تحلها بنفسك، مو لازم تستعين باحد. مريم تقول احيانا تمر بمشكله تقرر بعدها انك تعتمد على نفسك بحل مشاكلك، تحس بنضج اكثر. ومعروف عني اني ما اتكلم بمشاكلي لاي احد واحلها بنفسي. وصح. جميل. عليك يا مريم، يعطيك العافيه، الله يقويك دائما، لانه في اوقات المشاكل تحتاج استعانه. طيب طوق تقول احب احلها بنفسي، واذا المشكله سخيفه اخليها بدون حل كمان، اخلي نهايتها دائما مفتوح. حسيت انه مسلسل ما له نهايه. طب في اجزاء منه يا طارق ولا لا؟ رايقه طارق، الله يسعدها. مها الدوسري تقول لازم ارجع لاختي وحبيبتي وصديقتي الصدوقه بنت خالي جواهر، سواء كانت مشكله صغيره
او كبيره. ومساكم خير لميا وريما وطراد، واكيد مساك خير يا مها. واضح من اختي وحبيبتي وصديقتي الصدوقه انه بنت خالتها بتشوفها اليوم. والله يا رب. واضح ان اختها بنت خالها بتشوفها اليوم فبتظبطها على الهواء. عموما احنا طبعا الان وصلنا لنقطه ثانيه، وهي يعني الشخص مننا لكل شخص قدرات معينه، وهذا الشيء لابد انه احنا يعني ما نزعل اذا ما كانت عندنا القدره الكافيه انه احنا ناخذ المشكله نفصلها ونحللها، وبعد كده نشوف ايش الحل الانسب او حل لهذه المشكله الانسب، لانه بتختلف من شخص لثاني. والناس قدرات، في ناس تقدر تحلل وتقدر توصل لحل هذه المشكله بعد التحليل، وفي ناس لا توقف تقول لك لا ايش هذا مشكله كبيره، مع انه حلها بسيط واوقات الحل يكون امامهم. عشان كده تجي اوقات الاستعانه بالاصدقاء والناس. حلو ان الواحد يستشير من حوله في حل هذه المشكله، بس في النهاية لازم هو يقرر ويشوف الحل المناسب لهذه المشكلة، وما يسمع كلام الناس كثير، لأنه مو دائما الناس طبعاً تعطيك الكلام الصح والمضبوط لحل هذه المشكلة. صحيح. وفي أصدقاء، يعني خلينا نقول يعني أنتوا كمان يعني لكم نظرة، في أشخاص أو أصدقاء خلينا نقول، أو حتى من العائلة، ممكن أخوان أو أخوات يكون عندهم قدرات، مثلا يعرف مثلا يحدد أو يعرف جذور المشكلة. في ناس لا تقول لك أنا أعرف أطلع لك حلول من تحت الأرض، يخترعوا لك شيء. في ناس يقول لك لا أنا أشوف المشكلة بكبرها، أقول لك إيش نوع المشكلة هذه وتلجأ لمين. فإحنا نكون أذكياء برضو في اختيار الأصدقاء، اختيار الشخص المناسب اللي نقول له، لأنه لابد نتأكد أنه مو دائما كمان، انه كل ما عرفنا نوزع المهام بالشكل الصحيح بيننا وبين نفسنا، ما نقول لهم انت اعمل كذا وانت اعمل كذا، بيننا وبين نفسنا حقيقه هذه الحاله تجربه جيده، وانت حتعرف من خلالها مين الاشخاص اللي حتعتمد عليهم في مواقف ومواقف. يعني بتبهرني بالحكم اللي بتقوله. لا ابدا، اتعلم منك كلامك الجميل. عموما مشاهدينا هذا كان سؤالنا على هاشتاج ساعه شباب على تويتر، اتمنى يعني انه كان عجبكم. ودائما احنا بنطرح اسئله بتكتشفوا فيها شخصياتكم، يعني انا زي اليوم مثلا اكتشفت انا من اي نوع في شخصيه، هل انا اقدر اتحمل مسؤوليه في حل المشاكل، ولا انا ازعج من حولي بحلول هذه المشاكل. دائما اسئلتنا في ساعه شباب دائما بتطرح مواضيع حساسه، انت من خلالها بينك وبين بالضبط نفسك من خلالها انت بتكتشف جوانب كثيره في شخصيتك. اتمنى يكون عجبكم سؤالنا لليوم فقرات ساعه شباب مكمله. دقيقه بس سمعت الاسلوب، بس انا ما هي اللي بدات، يعطيك العافيه. يعني التطبيل اللي صار المهم، بس قبل ما نطلع فاصل بنعرف انت من اي نوع او ايش. انا من النوع اللي يتحمل المشاكل ويحل مشاكله بنفسه، يعني ما احب ازعج اللي حولي بمشاكلي، لانه شيء خصوصي شيء خاص. صحيح. عموما المشاهدين مكملين بفقراتنا، والأجمل بعد الفاصل. طبعا يا مرحبا ويا هلا ويا سهلا من جديد معكم في ساعة شباب. وطبعا الفقرة الآن اللي معانا في فقرة شباب هاوي ما نقدر نستغنى عنها في ساعة شباب. ليش؟ لانه دائما شبابنا وبناتنا بيكون عندهم ابداعات في مختلف المجالات، وبنحاول احنا كل اسبوع يكون عندنا يعني خلينا نقول هوايه مختلفه، هوايه تكون قويه ممكن تكون مكرره، ولكن في كل هوايه قصه نستفيد منها ونعرف ايش اللي حاصل مع هذه الضيفة أو هذا الضيف. وفي هالفقرة دائما نقدم لكم كل موهبة جديدة تحاول أنها يكون لها اسم بين المواهب الموجودة من الشباب والشابات. حبها للتصوير وحبها للإعلام خلاها تقول الحين ببدأ، وبدت وإن شاء الله بدايتها تكون خير. معنا الحين المصورة الفوتوغرافية هدى الجوهر او هدى جوهر. شخبارك هدى؟ منورتنا. كيف امورك؟ ان شاء الله طيبه. نصور اليوم معك، ما راح اخليك تطلع هي جايبه كاميرا ولا ايش؟ حتى لو جايبه مو بجوالات بالجوال. صوري بالجوال والله؟ ايوه صوري. ترى لهم نظره يختلف الموضوع. حلو حلو حلو، انا اعرف اليوم. يلا طيب نبدا. هدى طبعا اكيد ان في احد في يوم من الايام في حياه هدى قال لها هدى لا انت عندك شيء مره حلو لازم تبدين الحين. مين اللي خلى هدى تتحمس، ولا هدى هي حست ان هذه الموهبه لازم تطلع للنور وتخليها تنتشر بين الناس وتوري الناس ان هدى جوهر عندها شيء يختلف عن الموجود؟ صح كلامك، لازم يكون في شخص معين في الحياه انه يدينا الدافع دائما. طبعا بابا الله يطول بعمره. الله يحفظه يا رب. ايوه، كون ان هو فنان تشكيلي. أي. فمن انا صغيره عايشه في بيئه فنيه. يعني ايه؟ من هنا الموسيقى ومن هنا الرسم. فمتعودة على الأجواء هذه، فكنت دائما لما أشوف إنه قاعد يرسم أو قاعد يعزف على الأورج كنت دائما أقول إنه لازم يوم من الأيام أكون حتى لو بشيء بسيط بس إنه أكون أشبه له، عرفتي؟ فمجرد ما صرت إنه
طبعا انا كنت احب الاعلام بصفه عامه، فكنت دائما اهتم في قراءه الكتب، فهو كان دائما يشجعني انه دائما كان يجيب لي الكتب ويحمسني وزي كذا. طبعا هذا قبل ما اكتشف انه انا احب التصوير. لسه ما كنت تدري لسه أنا، بس قلتي خلاص انا فنانه، انا بصير فنانه او اعلاميه يعني بصفه عامه في المجال هذا. هو ده. فبعدين لما صرت كده على صف الرابع الابتدائي جتني الأستاذة قاعدة تسألني تقول لي إنه أنت إيش حابة تكوني في المستقبل؟ طبعاً الأجوبة دائماً تكون طبعاً كل واحد رابع ابتدائي. رابع ابتدائي. أيوة. طب أنا بوقف عند هذه النقطة معليش. أنت هذا السؤال كنت توجه لك. اللي هو؟ إنه وش نفسك تصير لما تكبر من الأساتذة؟ يعني كثير صارت بس دائماً. كم إجابة كانت عندك؟ والله كثير. والله ما والله لا تعد ولا تحصى، صادقة ترى دائماً. هذا هو. فعشان كذا كل واحد يقول إجابة. لكن تبدأ تستوعب الموضوع. بعد وصل لمرحلة معينة. طيب كمل. فأنا لا أنا جاوبت من غير ما أفكر أصلاً. يعني ما حطيت شيء معين في بالي، بس أنا قلت لها بكون مخرجة أفلام. فأنا استغربت من نفسي وهي انصدمت قاعدة تقول لي أوكي طيب. قالت لي إنه طموحك كبير وزي كذا وجوهين يعني. بعد كذا إنه لما جيت أبغى أدرس الإعلام طبعاً ما يعني الحظ ما كان لصالحي. فدخلت جرافيكس ديزاين، اخذت دوره. فانا دخلتها عشان اكتشفت انه ايش، انه من خلال الدوره هذه حتعلم كيف اصور افلام قصيره. الان انت خلينا بس عشان نستوضح الامور. انت اول شيء قلتي لي الرسم صح؟ ايوه. اول شيء الرسم، بعد كذا جرافيك ديزاين. لا انا ما كنت ارسم، انا قلت انه بابا رسام. وانا كنت حابه اني كانت حابه انها تكون يعني لو بشيء بسيط يعني. يعني انت لسه عندك كذا كذا مجال دخلت عليه في طفوله يعني. عرفت اني كيف المراحل اللي مرت كبرت فيها. ايوه. فالحين لما شو اسمه ده، ايوه عشان انا دخلت المجال هذا عشان التصوير يعني، حبيت فكره التصوير. هو كله فن عموما بشكل عام. هو ده. فلما جيت ابغى اصور وزي كذا حسيت انه ايش، انه يعني انه انا مني عارفه ايش اتجه لتصوير البورتريه ولا الافراح ولا الطبيعه، مني عارفه ايش اصور بالضبط. ايوه. فطبعا مع الايام قدرت انه ادخل، بديت كمحرره صحفيه في الكتروني، صحيفه الكترونيه. هذا في الجامعه ما شاء الله. لا ما درست الاعلام. متعدده المواد. خلاص لسه ما درست الاعلام. ما درست الاعلام، دخلت في الصحيفه الالكترونيه وصرت اروح ايفنتات واصور الشخصيات واعمل وكذا. بس حسيت انه لما انا اصور وكذا احس بملل. مو مجالك أستمتع. ما حسيت نفسك لسه. ايوه انا كيف اكتشفت ان انا احب التصوير. ايوه. فكنت احس بملل وزي كذا، فحبه حبه صرت انه اسحب نفسي من المجال هذا ودخلت مجال تصوير الافراح. فهنا اول تصوير، اول جلسه تصوير انا صورت فيها عروس يعني، اكتشفت انه لا انا فعلا حاسه انه انا بحبدع في المجال هذا والشيء ده انا احبه يعني. اوكي. هنا بابا بدا انه يدعمني لانه شاف مني حاجه يعني، شاف مدعمك. بسم الله عليك كنت صغيره يعني. إيه بس ما كان عارف انا في ايش حتجه يعني، هو معايا في كل حاجه. بس شوفي هدى، ترى طبيعي يعني الانسان يفضل يحاول ويجرب ويدخل في كذا مجال ويرجع. ممكن حتى قلت التصوير، حتى في مو بس التصوير له اماكن كثيره. وعشان تعرف المكان المناسب لك او اللي حتبدع فيه اكثر اخذتي وقت، وهذا شيء طبيعي. صح. ما هو شيء غريب. كلنا مرينا بهذه المرحلة يعني. أنا ما أحكي لكم، لو أبغى أقول لكم عن كل الأحلام اللي مريت فيها نقعد أسبوعين ثلاثة لما خلص. نبكي هنا. أي عادي طبيعي. بس هدى الوالد يتابعك الحين أكيد. إن شاء الله يا رب. طيب إذا تابعنا إحنا بنقول لك أنت معلم وأنت كذا، لأن الدعم دائما والأساس يجي من البيت ومن خلال هذا الشيء يوصل الإنسان للمراد. طب أنا عندي سؤال حقيقي يعني، معلش، بعد كل اللي مريت فيه أنت في الأخير ركزت على التصوير عن باقي كل الجوانب. ايش شفتي في التصوير تحديدا وتصوير المناسبات اللي ذكرتي، عشان يعني قلتي لنفسك لا خلاص انا هذا المجال اللي حقدر اعطي فيه واكمل فيه اكثر؟ انا حاعترف بحاجه، انه انا انسان عاطفيه. انا انسان عاطفيه، فتصوير الافراح لما اجي اصور عروس وكذا، لما اجي اشوف النتيجه اشوف انه انا كاني اخترعت قصه حب مثالية. يعني تقدر تقول انه يعني مو اي واحدة اصورها. مو اي واحدة اصورها. مو اي واحدة اصورها مثلا يعني تكون يعني مثلا منسجمة في التصوير او ان هي حتتقبل الوضعيات اللي انا اديها. صح ولا لا؟ فلا انا بطريقتي
دائما احب اسوي لكل عروس قصه حب يعني احنا نشوفها من الصور الان مع بعض يعني في حاجات غريبه طبعا انت قاعده تصورين مو بس العريس والعروس يعني حتى تفاصيل العرس بشكل كامل عشان لما تيجي تتفرج على الالبوم تحس انه حتى لما يجون عيالهم ان شاء الله كانهم كانوا موجودين بالعرس كل تفصيل موجود بالعرس انت قاعده تحطينه طب انا يمكن انت من خلال كلامك الان انا يمكن كان سؤال اللي حبيت اني اوجهه لك ان كل بني ادم او كل انسان سواء كان مصور او غير مصور احنا مثلا على مستوى عدم مصورين او ما نفقه في هذا الموضوع بس لما اجي اصور نفسي مثلا سيلفي او بصور صديقاتي او بصور منظر لي عين تشوف ان هذا الشيء جميل بالنسبه لي صح. انت قبل شوي تفضلتي قلتي انك انت تخلقين قصه يعني نقدر نقول ان انت من خلقك لهذه القصه تطلعين جمال التصوير اكيد يعني هو انا ما اختلف معك كل شخص عنده نظره معينه في أي. التصوير صح ولا يعني انت يعجبك ستايل معين في التصوير نفس الشيء استاذ تراد طبعا أي. ونفس الشيء يعني انا فانا لما اجي اصور زي ما قلت لك لما اجي اصور عروس مثلا هي ما هي منسجمه معايا في اشياء انا بشوفها حلوه هي ما تشوفها حلوه طب هي ايش تسوي انا لما اديها الوضعيات ترفض تقول لي لا انا ما حسوي كذا طب في حال عدم رفضها يعني انت الحين مثلا تقولي لك رؤيه معينه هي تقول لك لا انا مو بعاجبني ذا الموضوع بقول لك حاجه كمان انت تمشين على تصويرها هي لا طبعا ولا تلتزمي بنظرتك اسوي اللي انا ابغاه بس بطريقه هي ما تحس يعني انا بس انت ما تخاف من النتيجه يعني معلش حلو حلو انت بتسوي ترى سياسه جميله جدا وفي الاخير يعني انت عملك او طريقتك هذه عشانك واثقه انك حتطلعي بنتيجه مره جيده بس يعني ما تتخوف مثلا تقول لك لا انا ما كان قصدي كذا انت ضحكتي علي لمجرد انه فكره في بالها لا ما اخاف لا سميها ثقه بالنفس يمكن لانه هي ما قاعده تشوف نفسها انا اللي قاعده اشوفها لما اصورها وانا قاعده اشوف جمال الصوره طب ان كيس ما تاخذ مثلا الصور اللي هي تبغاها عشان بس ايش لا يصير اي انا اللي حاعمله انا هذا لا يصير انه عرفتي كيف شك معاها كاميرتي انا عارفه بس صوت اللي تبغاه وصوت الصح يعني اللي انت شايفته ف لا هي وجهت قالت انها هي تسوي شيء قريب من اللي الشغله اللي تكون تبغاها بس تدمج فيها قريب منها اي تدمجين فيها نظرتك انت لا احيانا كمان في بعضهم يكون لا انه هذا انا رايي ولازم تمشي عليه فانا ايش اسوي بالتالي اني اصورها اوريها اقول لها شوفي بين ده وده اي قبل ما تتحمل الصور ايوه قبل ما اشتغل اوريها في نفس اللحظه اوريها اقول لها شوفي كذا وكذا فتقولي صح كلامي وتتغير طب انا مصوره انا فاهمه شو اسمه ده ففعلا يعني كثير زي كذا عرايس طب دام جبنا سيره الامور التفصيليه في الافراح والمناسبات هل في مواقف مثلا كانت شويه غريبه بالنسبه لك مع الزباين غير هذه هل في امور مثلا صارت يعني استغربت من ردود فعلهم او حتى طلباتهم او اي شيء اكيد كثير زي ايش في بعضهم مثلا يعني في عروسه طلبت مني إن من غير اسماء ايوه ما طبعا طبيعي انا بس بقول يعني ليش بطلع من البيت في بعضهم مثلا تيجي تقول لي انا حكون الساعه 9 اوكي فما ابغاك تتاخر اقول لها طيب اوكي كلام جميل. وانا اكون قبل ما تيجي هي بساعتين انتظرها فتتاخر علي طبعا تجيني على الساعه 11 12 وما يكون يعني باقي على الزفه غير ساعه ونص ساعه يعني انا كيف اصور في الوقت وانت تحتاجين وقت فانا وهنا معصبه منها بس مني حابه كمان اني ابين تبين هي عروس هذه يوم اوريدي اصلا خلقه يعني هي متوتره وحالتها حاله فتجيدي تزيدين الطينه من جد فانا اوكي امسك عصبيتي وما ابين لها بس برضو احاول اني القط لها الصور الاساسيه قبل ما اتعمق في التفاصيل يعني التفاصيل خلي اخر شيء لانه ما في وقت في بعض العرايس مثلا يقولوا ما تصور أيوة. التفاصيل مثلا التفاصيل اللي هي ايش عباره عن العطر والمجوهرات ايوه معروف هو الكعب وكذا تقول لي لا انا استغرب من الفئه هذه اللي هي تقول ليش تصوري ايش الفائده طب هذا يومك انت يوم من ايام حتفتحي الالبوم وحتشوفي ايوه حتعيشي القصه من جديد يعني حتشوفي اشياء انت اصلا ما شفتيها حتى في القاعه لما اجي اصور الكوشه أي. اصورها مثلا اجي من جهه ثانيه من تحت من فوق وزي طب معلش ما توريهم مثلا امثله عندك في المحل او شيء لا هم شايفين بس في فئه انه ما يستوعبوا الشيء ده ما يحبوا يعني طب هدى في شغلة أنت قلتيها قبل شوي يعني خلتني أحط في بالي الموضوع أكيد في توقيت معين أنت يعني تحددينه أثناء التصوير أكيد. التصوير الأفراح غير تصوير أشياء ثانية أكيد. يعني أو مناسبات أخرى لما تصورين الوقت اللي تاخذينه تقريبا بالنسبة لك يعتبر كمصورة مريح أكيد. في الأعراس كم ساعة تقريبا طب هو على حسب يعني على حسب الباكيج اللي هي تختاره يعني في عرايس يقولوا فول داي اكون معاها من الساعه 2 الظهر لين
الفجر إلى ما تطلع السيارة أصورها. ما شاء الله. وفي عشين جو. هو ده يعني أنا تعلمت أشياء كثيرة مرة. والله بس متعب الشغل. هو مرة متعب بس أنا عشان أحبه حتى وأنا تعبانة ما أحس. شوفي سبحان الله لما لقيت شيء تحبه ما 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 تضايق. عادي أنا نفس الشيء أنا ممكن أقعد على التلفزيون أقدم. كل من تعب. الصبح لين الليل. لا تشكيلي أبكيلك طيب كونتي ما شاء الله طبعا جزء من مجموعة من 80 صورة تقريبا هدى و. مصورة طبعا 80 مصورة عفوا جروب نحن ايوه كنت جروب هل كنت في نفس يعني كنت هل كان كلهم في نفس نوع التصوير ولا كانوا بيختلفوا في هذا النوع حكينا بس عن هذا الجروب اكثر على السريع لا طبعا كل واحد يختلف عن الثانية في مصورات مختصات في تصوير المواليد اطفال وفي مصورات في المودلز والميك اب حلو في مصورات في الطبيعه كل واحده مختلفه عن الثانيه طبعا بس انه اللي يجمعنا التصوير اتعلمت من بعض كثير من أكيد خلال انه يعني مثلا واحده عندها استفسار على طول تفتح الجروب وتكتب وتلاقي الكل حلو ما شاء الله يعني هدى يعني احنا ودنا صراحه نطول معاك اكثر عندك الكثير تقدمينه وتكونين كمان قدوه او مشجع للي قاعدين يشوفونا الحين ويقولون لازم نبدا ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله ونشوفك مو بس على المستوى المحلي نشوفك ان شاء الله تمثلين للمملكه خارج النطاق او نقول العالميه ان شاء الله في يوم ان شاء الله كل التوفيق لك يا هدى جوهر المصوره الفوتوغرافيه يعطيك العافيه هدى شكرا لك وشكرا اللي بيتابعونا طبعا احلام صغيره ولكن اكيد تصبح واقع وكبيره جدا في يعني في ايدي الشباب والبنات ما شاء الله كل يوم نشوف وننبسط بكل تفصيله بيحكون إياها من خلال قصصهم ونجاحاتهم بعد الفاصل حيكون معنا سوالف أخبار أكيد مع ريما ولميا بس الله لا تهوشون مين يقول انت لا تهوشون أنا قالت لي ريما وش سالفة مهاوشة يعني ما شايفكم كده بعد الفاصل بعد الفاصل في ساعة شباب خليكم معنا وصلنا معاكم لفقرة الأخبار المنوعة اللي نقدمها لكم أنا ولميا ونجيب لكم أخبار منوعة مفيدة وهادفة ومضحكة وغريبة في هالفقرة بشكل يومي من برنامج ساعة شباب وش خبرنا الأول عن خبرنا إيش؟ الأول يا لميا عن أصغر مدربة رسم الخرائط الذهنية في العالم السعودية روان المرواني طلبوها أو تعتبر أصغر مدربة مرخصة لرسم الخرائط الذهنية وطلبوها عشان تتعاون مع هيئة حقوق الإنسان لإنشاء برلمان أو مجلس للطفولة للمرة الأولى في المملكة لعام 2016 وقالت روان أنها بدأت رحلتها مع التطوير الذاتي في عام 2007 وقت ما كان عمرها 9 سنوات لكن كانت تلاقي صعوبة في أنها تشارك في أي منتدى أو ورش عمل أو إطلاق مركز تدريب خاص فيها وقالت أنها تعمل على أو تحاول أنها تنشر الوعي حول قدرات الأطفال والشباب لأنها تؤمن أن كل فرد يحق له الحصول على فرصة للمساهمة في بناء المجتمع اللي يعيش فيه بغض النظر عن العمر وعينت لجنة حقوق الإنسان روان المرواني كعضو في المجلس التنفيذي لتنفيذ مشروعاتها المقبلة كما قدمت لها جميع الموارد اللازمة وانضمت روان إلى قسم التسويق في جامعة دار الحكمة للعام الأكاديمي ل 2015 و2016 كل التوفيق لروان وأمثالها كثير في المملكة من صغار وشباب وكبار المبدعين موجودين دائما في كل مكان لكن الإصرار والاستمرار هو المهم أكيد طبعا يعني روان يعطيك ألف عافية وحقيقي يعني مو شيء مستغرب أكيد من شبابنا وشاباتنا بالرغم من صغر عمرها قدرت أنها تنجز شيء عظيم مثل الخرائط الذهنية بتفيد الكثير من الشباب والشابات ترتيب أمورهم وحياتهم والكثير صدقوني راح يستفيد من هذه الخطوة أكيد طبعاً عموماً خلونا ننتقل لخبرنا الثاني عن جوائز الأوسكار طبعاً كلنا كنا منتظرين التعريف عن جوائز الأوسكار وراح تحصل مين اللي راح يحصل على هذه الجوائز اللي تم أمس الإعلان عنها طبعاً وبعد طول انتظار للممثل الكبير الفنان القدير ليوناردو دي كابريو وحصوله على لقب الأوسكار وجائزة الأوسكار كأفضل ممثل عن دوره في فيلم The Revenant طبعاً رشح دي كابريو في 4 مسابقات أوسكار سابقة طوال مشواره
الممتد لنحو 25 عاما اخيرا، بعد انتظار 25 عاما قدر انه يحصل على جائزه الاوسكار. طبعا لعب ليوناردو دي كابريو دور صياد يعاني وسط البريه والطقس البارد بعد تعرضه للهجوم، وطبعا ما بأحرق عليكم الفيلم، صدقوني لازم تشوفوه حتتحمسوا كثير وحيعجبكم جدا. خلينا ننتقل لنقطه ثانيه، وطبعا فوز فيلم سبوت لايت بجائزه اوسكار افضل الافلام لهذا العام في المسابقه اللي تم تنظيمها كأكاديمية الفنون والعلوم السينمائية أكيد الأمريكية. وطبعا حنتكلم فوز الممثلة بيري لارسون بلقب أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم روم بحفل توزيع جوائز المسابقة اللي نظمتها أكيد أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية في هوليوود. وبعد ما تكلمنا عن فيلم The Revenant وفوز ليوناردو دي كابريو كأفضل ممثل في مسابقة الأوسكار أكيد وحصولي على جائزة الأوسكار، لازم نكرم المخرج ومخرج هذا الفيلم المكسيكي أليخاندرو بعد حصوله أكيد على جائزة الأوسكار كأفضل مخرج عن فيلم The Revenant. يعني هذا الخبر صدقوني راح يعجب الكثير من معجبين ليوناردو دي كابريو، أنا أولهم حقيقة انبسط له لأنه يعني شخص يستاهل أنه يحصل على الأوسكار من زمان. هو أبدع ليوناردو يمكن أو انشهر أو نقول بداية شهرة الفنان هذا الكبير من الفيلم الشهير اللي ما زال إلى الآن موجود، فيلم تايتانيك والقصة والمأساوية اللي مرت فيها أكبر سفينة في ذاك الزمن، سفينة تايتانيك. وكان طبعا يمكن قدر أنه يثبت وجوده في هالفيلم، وصراحة قدر أنه يسوي بصمة في تاريخ أفلام هوليوود، ومو يعني شيء صعب عليه صراحة. يعني فعلا بالأول كنا نستنى يعني يحصل على هذه الجائزة من زمان لأنه حقيقي يستاهل، بياخذ جوائز كثير، لا تزعلين عليه. خلينا نروح لشغلة بتشوفونها معانا الحين، فيديو. هذا الفيديو فعلا شيء غريب، يعني في ناس تموت وناس قدامها مين عارفة أنها ماتت وهم سبب هذا الموت. واحد في شرق الصين كان في سيارة ماشي، جت إشارة، وقف في الإشارة بشكل غريب ومفاجئ، لكن كان في سيارة شاحنة وراء هذا الشيء. السيارة كان فيها اسمنت واسطوانات اسمنت ثقيلة طبعا ومي بسهلة. طبعا تفاجأ بالوقفة هذه الأخ اللي كان في الشاحنة، أن الأخ اللي بصاحب السيارة البيضة توقف بشكل مفاجئ، اضطر أنه يحط الفرامل عشان يحمي نفسه ويحمي الشخص اللي قدام. بعد كذا طبعا اللي صار الاسطوانات الاسمنت دخلت على الشخص السائق في الشاحنة وتوفى، وما حاولت طبعا الاسعافات انهم يخرجونه من السيارة. لكن خلونا نشوف الفيديو. الغريب في الموضوع ان صاحب السيارة البيضة مشى وكمل طريقه بعد ما فتحت الإشارة الخضراء، يا الله، وما درى إلى اللحظة هذه أتوقع أنه كان سبب في وفاة شخص كان وراه. بس صدقيني بعد انتشار الفيديو أكيد راح يعرف أنه هو السبب. شوفي الحين، يا الله، طريقة الوقفة اللي وقفها طبعا، لأن الإشارة أنت المفروض من مسافة معينة تبدأ تهدي إلى ما توصل عند الإشارة. أول شيء أنك أنت تعطي عملية تحذير للشخص اللي خلفك وتاخذ مسارك بشكل صحيح، لكن هو مشى الى ما وصل عند الاشاره وضرب فرامل. الاسطوانات الاسمنتيه من قوه الدفع اللي كانت في الشاحنه طبعا طلعت لقدام زي ما انت شايفه الحين بالفيديو، وسببت قتل صاحب الشاحنه. وطبعا هذا المفروض ان من اصحاب الشواحن، نتمنى ان هذا الفيديو يكون عظه وعبره. في بعض الشواحن يمكن احنا كمان نشوفها بالطرق ان اشياء كثير تطيح من الديانات وهذا، وتسبب حوادث كمان للناس اللي تكون موجوده بسبب ان صاحب الشاحنه مستهتر او صاحب الديانه مستهتر، مو مربط الاشياء اللي موجوده بالسياره بشكل صحيح، مو عامل قوانين السلامه على أساس أنك أنت ما تحفظ نفسك وتحفظ الآخر اللي موجود معاك في الشارع. والله يحفظنا وياكم إن شاء الله من كل شر. آمين يا رب. وخلونا كذا ننتقل لخبرنا الأخير على السريع. طبعا كلنا عارفين جنون السيلفي، وكثير مننا ممكن يعرض حياته للخطر بمجرد بس التقاط صورة سيلفي ممكن تدخل فيها هذه موسوعة جينيس. يعني هذه الصورة ممكن تدخلك موسوعة جينيس أو تنشهر من خلال هذه الصورة. بعد صور السيلفي طبعا اضطروا الناس أنهم يختاروا
صنعوا عصا الستيك سيلفي نعرفها كثير يعني متداولة بيننا، يعني استخدمتها فترة ووقفت. فالناس اخترعت عصا السيلفي عشان تسهل لهم موضوع تصوير صور السيلفي. بعد هذا الموضوع اتمدد وصار عصا سيلفي بس مو للجوالات، لأجهزة الحواسيب المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر. طبعا هذا الجهاز ممكن هذه العصا تثبت على أسفل الجهاز بالقاعدة اللي موجودة في العصا السيلفي، ممكن أنت تمسكيها وتاخذي صورة. هذه يبغالي أقعد أنا ألعب أثقال عشان شايفة أقعد أشيل اللابتوب أحط فيها، بكرة يحطون بالتلفزيون عشان فيه. طبعا هي بس تستخدم لأجهزة أبل، وكمان ذكروا أنه عصا ماك بوك ليست معروضة للبيع في الأسواق، وأن التصميم جزء من مشروع فنون بصرية جماعي. بس بالفعل هناك يعني وجود للعصا تستخدم مع الحواسيب اللوحية الآيباد، يعني اخترعوا عصا سيلفي بس للآيباد لأنه سهل صراحة، ويقدر أي أحد أنه يمسك الآيباد زي الجوال. عصا للأطفال أول ما ينزل نحط زارينا نلعب فيهم فوق، يعني ما بقى اختراعات إلا وسواها. عموما إن شاء الله تكونون استفدتوا واستمتعتوا في أخبارنا المنوعة من فقرة أخبار تجيكم كل يوم من برنامج ساعة شباب، لكن ساعة شباب مستمر معاكم بأجمل الفقرات وآخرها مع لميا وطراد. يا هلا وسهلا معكم من جديد ساعة شباب، ونقول لكم الآن في فقرتنا الأخيرة لليوم هتكون مختلفة برضو من نوعها، لأنه هنتكلم عن يعني في تكنولوجيا التواصل تحديدا في هذه الفقرة، عن يعني دمج ما بين كذا مجال، وتحديدا لو تعرفنا على تقنية جديدة ودمجناها مع أفكار للسوشيال ميديا وطرح الأفكار من خلال هذه المنصة، منصة السوشيال ميديا أو حتى اليوتيوب أو غيرها من منصات إلكترونية، ونشوف إيش ممكن تنتج اليوم مع ضيوفنا. أكيد، واليوم ضيوفنا اختاروا منصة اليوتيوب عشان يوصلوا من خلالها لأكبر عدد من الناس من خلال الأعمال اللي بيقدموها. حنتعرف عليها أكثر مع ضيوفنا لليوم عبد المجيد عمر وعلاء عسكري. يا هلا فيكم في ساعة شباب. كيف حالك عبد المجيد؟ إن شاء الله طيب. علاء الحمد لله، أمورك طيبة؟ الحمد لله. بداية عبد المجيد، يعني حابين نتعرف ونعرف المشاهدين أكثر عن انطلاقتك من خلال اليوتيوب، وكمان بأي عمل بديت؟ أول عمل لي طبعا كانت انطلاقة لي من زمان، بس أول عمل اشتهرت به شخصية أبو الليل، وكانت لي أول شهرة يعني من بداية مسلسل أبو الليل. كنت أمثل مع حسن عسيري ده، واكتسبت منه خبرة وجمعية الثقافة والفنون، والحمد لله لين ما وصلت لي أبو الليل. بعد أبو الليل حبة حبة بدأ التطور. بدايتك قبل كم سنة تقريبا؟ بديت أبو الليل قبل سنتين تقريبا. وبدايتك الفنية بشكل عام؟ الفنية ممكن تقول 9 سنوات 10 سنوات. ما شاء الله تبارك الله. طبعا بنتقل لك على كمخرج على ساحة اليوتيوب، يعني ما شاء الله بنشوف أعمال كثيرة جدا، بنلاقي كثير من إبداعات الشباب والمخرجين تحديدا بيحاولوا يعني يضعوا بصماتهم على كل عمل. إيش بصمتك في هذا المجال في وجود وفي ظل وجود كثير من الشباب المخرجين؟ مزبوط كلامك. هو شوف بالفعل إنه كل مخرج بيحاول إنه يحط بصمته في أعماله. حلو. ولكن نحن كمبتدئين في مشوار الإخراج في السوشيال ميديا في اليوتيوب وكذا، فبنحاول نحط بصمتنا من خلال أنه نحتاج نكتسب خبرة مع مصورين مع مخرجين، بحيث أنه نوصل للرؤية اللي نحاول نحن نوصل لها، من خلال أنه لما نوصل للرؤية اللي نحن نبغى نوصل لها من طريق أنه نكتسب خبرة من المخرجين والمصورين، تحط بصمتك ديك. حلو. يعني بصمتك انت برضو من اهم العناصر ترتكز على الكرو الموجود من مصورين و ايه بالضبط، لان هي ما تيجي في يوم وليله، لازم تكتسب الخبره ولازم تحتك مع مخرجين. وصلت لها ولا لسه تحس؟ والله نحن خلاص قربنا، نحن قاعدين نخرج دحين، نحاول نخرج فيلم نشارك فيه في قمره، وان شاء الله نحط بصمتنا فيه. حلو جميل ان شاء الله. الشغل جميل جدا. طب خلينا ننتقل لك عبد المجيد ونتكلم عن اكثر عن شخصيه ابو الليل، كيف كانت ردود افعال الناس، وهل حسيت انها كانت شخصيه ناجحه جدا، وهل انت راضي عنها؟ والله في البدايه كان تخوف للشخصيه هذه، لانها شخصيه صعبه، مو اي دور يعني انه بيجيك على طول الناس بتتقبله زي كذا. فاللهم لك الحمد، يعني كانت ردود الناس يعني إيجابية أكثر. حلو. وفي تقبل لقول الموضوع؟ في تقبل يعني شيء كبير. يعني قديش أخذت وقت عشان تدرس الشخصية من وإلى؟ والله أخذت وقت طويل. يعني طالما هي شخصية في وسط حارة وزي كده وده، فبتجلس تتعمق كيف الشخصية هذه، كيف الكاركتر حيكون، الأداء.
حلو. طيب في ظل وجود برضو شخصيات مميزة علاء، يعني لابد برضو تكون متواجدة تقنيات مهمة عشان تبرز الشخصية بالشكل الجميل، خصوصا من خلال الكوادر ومن خلال أيضا التقنيات. إيش أهم التقنيات اللي استخدمتها إلى الآن كمخرج؟ والله شوف، اللي استخدمته إلى الآن هو الدي جي آي، هي سهلتنا الآن سهلتنا حركة الكاميرا في الموفمنت. إيش التكنيك حقه بالضبط؟ التكنيك حقه إن هي بتمنع الاهتزاز في الكاميرا. نحن كنا بنستخدم السيدي كام فكنا بنعاني منها في الوزنيه ما الوزنيه وفي الثقور، فكانت تلم عاد المصورين كلهم فاهمين ايش السالفه. فالمنزل الدي جي اي وهذا وفر علينا مرحله جدا طويله حتى في التصوير السينمائي في اللقطات، سهلت علينا امور كثير في الاخراج. حلو، انا بدي تحيه المصورين اليوم اللي موجودين، يعطيكم العافيه. كيف اموركم؟ طيبين؟ اهلا وسهلا، يعطيكم العافيه. طبعا مشاهدينا خلونا نروح نشوف مقطع من مسلسل ابو الليل ونرجع لكم. طيب يا رمم، طيب يا مصلحة جية، تسيبونا ننضرب من الكحل وتخربوا؟ أنا أبو الليل أنضرب من هذاك الوحش. يا جماعة دحين إيش حل يا جماعة؟ لازم نسوي مسالحات ضروري مع أبو الليل يا جماعة. أيوة أبو الليل المرة الأولى كمان دعوه المرة الثانية، إيش اللي خليه يسامحنا؟ أنت اللي جالس تدور علينا. جالس تدور علينا؟ بسيط الحل عندي يا جماعة. ايش حل طيب؟ نجيب له الحق، ابو الليل انسان طيب وانسان عسل وبيرضى بسرعة. والله بهذا الكلام مزبوط، والله مية مية. الهرجة طلعت سهلة علشان نقدر بس. فكني. والله ما فكني. فكني يا طويل. انا اطول منك مرتين. ما اكثر منك. هاد قولوا هنتوا ولا قولوا من زمان كده، من 2001 لين 2015 قولوا. كل ضربك؟ لا ما ضرب، اقول لك ما ضربني، ارجع حسب الدباب. والله ما ضربني، والله ما اقول ولا فكر. سيبوكم من الكلام، انا شفتوا دردر والعيال ولا ما شفتوهم؟ لا والله ما شفناهم اليوم على الحقيقه. لا والله لا 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 والله انتوا لخبطتوني، شفتوهم ولا ما شفتوهم؟ والله ما شفناهم معلمنا، والله ما شفناهم. والله لا والله يا معلم، شفتوهم؟ قولوا لهم ايش اللي حيفككم من ابو الليل؟ ايش اللي يفككم من الليل؟ ايش سووا لك؟ ها؟ ايش سووا لك يا معلمنا؟ قول ايش ايش ايش؟ ايش سووا لك يا معلمنا؟ قرب كده، انت قرب. اهم شيء جه حسب الدباب. عموما هذا كان مقطع من 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 شخصيه ابو الليل. اكيد طبعا. عبد المجيد خلينا نتكلم عن شخصيه ابو الليل اكثر، يعني اعتمادك لتجسيد شخصيه واقعيه وكوميديه كمان بتطرح من خلالها رساله تقدر توصلها لاكبر عدد من الناس، هل بيعطيك الدافع عشان تكون اقرب للناس؟ والله اللي انا بركز عليه اكثر شيء ايش اللي لازم نسويه، شيء صاير في المجتمع ونطبقه برسالة كوميدية وقالب كوميدي، وبتشوف انه بيوصل الرسالة بيوصل اكثر من خلال بيوصل القالب الكوميدي. الشيء الشعبي بالذات يطلع من القلب ويوصل للقلب، هذا هو الشعب. جميل. طيب علاء وعبد المجيد بوجه لكم واحد سؤال، وابدا ب علاء، يعني من خلال يعني شخصية ابو الليل وانت كمخرج اول شيء علاء في لهذا العمل، ايش في اعمال قادمه بتفكر تسويها، خصوصا لما العمل يكون بالنسبه لكم ناجح ولقى اقبال من كثير من الناس، سواء من ناحيه اخراجيه او ناحيه تمثيليه للشخصيه، ايش ممكن تفكروا لعمل اخر؟ نحن الان بنشتغل على برنامج اسمه القشاش. اسمه القشاش. القشاش معنا يكون عبد المجيد. بنتجنا حلقه الاولى القشاش برضه ولا ايش؟ لا حيكون معنا مشارك في التمثيل. لا مشارك. مشارك. وقاعدين ننتج الان الحلقه الثانيه ان شاء الله. ان شاء الله بديتوا ما شاء الله. ايه بدينا ان شاء الله خلال اسبوع حتنزل الحلقه. القشاش هو برنامج رياضي. برنامج رياضي. ايه. الله اكبر. طيب وعبد المجيد؟ ابو الليل برضه مستمر، بس لفتره انه ينكتب السيناريو لمده 6 حلقات 7 حلقات حنبدا
صورها وتم نزولها. ايوه جميل. عبد المجيد عمر وعلاء عسكر شرفتونا اليوم في الاستديو، اكيد اتمنى لكم كل التوفيق. شرفنا بكم، يعطيكم العافيه دائما، مجهودكم جهوداتكم واضحه، يعطيكم العافيه. وان شاء الله دائما الشباب اللي يعني يتابعونا او يعني يشوفونا، كل شخص ممكن يكون ممثل، كل شخص ممكن يكون مخرج، نتعلم من حولنا اللي عندهم خبرات، حتى اللي ناجحين في حياتهم لسه بيتعلموا، والواحد يفضل مهما كبر في السن يفضل يتعلم عشان يحقق شيء جديد، ولا يعني ولا يصير يقول انا خلاص انتهيت كذا، خلاص انا تعلمت كل شيء. لا، يفضل كل واحد يتعلم اكثر واكثر، والحياه دائما تلاقي فيها امور جديده سواء تقنيه او حتى فنيه. وبكذا مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا. حنلقاكم بكره ان شاء الله في نفس الموعد من الساعه 4 للساعه 5، ودائما وابدا لا تنسوا انكم تتواصلوا معنا على ايميل البرنامج وكمان هاشتاج ساعه شباب على تويتر. مرحبين في كل ارائكم واستفساراتكم اكيد واسئلتكم. كذا اقول لكم في امان الله، معاكم انا لمياء غالب واكيد زميلي. انا اقول لكم برضو معكم طلعت سندي، اقول لكم في امان الله، كونوا بخير، مع السلامه. مع السلامه.